مشاهدينا الكرام، أينما كنتم وحيثما وجدتم فوق كل أرض وتحت أي سماء، السلام عليكم. نسعد وإياكم أن ندخل ضمن البرنامج الجديد للشبكة البرامجية لقناة الأنيس فلسطين تنادي، برنامج يعنى بالقضية الفلسطينية، القضية الأم، قبلتنا الأولى، القضية المركزية التي لا تزال كل الإنسانية التي ينبض قلبها بالحرية تهفو وترنو من أجل تحرير الإنسان الفلسطيني الذي يعكس تحرير وحرية كل ضمير إنساني حر. أسعد أن أكون وإياكم رفقة الضيف الدائم صاحب الفضيلة الشيخ أحمد إبراهيمي، رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ورئيس تحالف أنصار فلسطين الدولي. أهلا ومرحبا شيخنا. مرحبا بك شيخ عز الدين. لأنه سنكون مع شيخنا خلال كل هذه الحلقات تعريف بالضيف الدائم في هذا التقرير، ثم نلقاكم فابقوا معنا. أين عزة الإسلام؟ عندما نرى أمة كهاتي، حالات كهاتي، مع قيمة 150 دولار. الشيخ أحمد إبراهيمي، إمام أستاذ، رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني، رئيس تحالف أنصار فلسطين الدولي، عضو مكتب الائتلاف العالمي لنصرة فلسطين، المنسق المغاربي لقوافل فك الحصار عن غزة، عضو الهيئة العربية الدولية لأعمار غزة، عضو ائتلاف دول غرب أفريقيا. من مواليد 1970 بلمدية، مشارك في تسيير 36 قافلة من أجل فك الحصار عن غزة، مشارك في العديد من الملتقيات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية، مشرف على العديد من مشاريع الإعمار في غزة. من أهم الملتقيات التي شارك فيها ملتقى أمل بتركيا، ملتقى ماليزيا، ملتقى رواد فلسطين، اجتماعات الائتلاف العالمي لنصرة فلسطين بتركيا، السنغال، تونس ودول أخرى. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم والعود أحمد. كانت هذه سيرة ضيفنا الدائم الشيخ أحمد إبراهيمي، رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ورئيس تحالف أنصار فلسطين الدولي. مرحبا بك الشيخ مرة أخرى. أهلا وسهلا بك شيخنا. في أول حلقات برنامج فلسطين تنادي صادف هذا الموعد ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولد برنامجنا فلسطين تنادي. لماذا فلسطين تنادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحية طيبة لك ولكل العاملين في هذه القناة ولكل المشاهدين والمشاهدات في هذه الحصة المباركة التي أطلقناها على فلسطين وحددنا لها هذا العنوان فلسطين تنادي، لأننا اليوم نتكلم عن أرض تخلى عنها الجميع، والأرض اليوم هاتي تعتق بها وتحالف حولها ويعني تشكل عداء خطير جدا ضد هذه القضية في هذه الأيام، من تطبيع ومن بيع للقدس علنية ولتهجير للفلسطيني وظلمه وعدم الاعتراف بحقوقه الشرعية أمام زخم هذا العداء وهذه الهجمة الشرسة التي يعني تحالف فيها القريب والبعيد والودود واللدود على ضرب قضيتنا. أطلقنا النداء وقلنا فلسطين تنادي، نريد أن نخاطب كل حر، كل شريف، كل مؤمن في هذه الأرض بهذه القضية وبعادلة القضية، أن يلتفت الآن وأن لا يجعل الأحداث التي الآن تزاحمنا يوميا في حياتنا اليومية كوباء الكورونا أو مشاكل اقتصادية أو اجتماعية أن تنسينا قضيتنا، قضية الأم، القضية الأم التي هي قضيتنا الجوهرية التي نحن نسعد دائما بخدمتها ونتشرف دائما بأن نكون
سندا لها. فهذا البرنامج يأتي في هذه اللحظة الخطيرة في عمر الصراع الذي يعني طال أمده، ونحن الآن إن شاء الله نحن نأمل أن يكون قريبا الفرج بإذن الله. فلهذا نحن نريد أن نساهم مساهمة حقيقية بهذا النداء لكي نلفت الانتباه ولكي نرجع القضية إلى صدارة الأحداث حتى لا تغيب في خضم هذه الأحداث التي ألمت بالعالم. حسب خبرتكم شيخنا، منذ سنوات وأنتم تنادون باسم فلسطين، فلسطين تنادي، فهل وجدتم لها من يلبي هذا النداء؟ نعم، لولا أن هناك رجال في هذه الأرض، نساء ورجال أقصد وأحرار وشرفاء يدعمون هذه القضية، ما كانت هذه القضية كانت قد انتهت. طالما اليوم هناك صوت ينبع من هذه الأرض وهناك من دائما ينادي بهذا الاسم بفلسطين، معناه نحن قد نجحنا في كل النداءات التي قدمناها. هل هذه النداءات ترقى إلى أن تصنع الحدث الذي هو التحرير؟ الذي نحن نقول هذه الأمور تراكمية وهي إنجازات، حتى وإن كانت نسب الاستجابة فيها ضئيلة، ولكن مع عبر الزمن عندما تتراكم تصل إلى قمتها يوما ما، ونجلي كل هؤلاء الذين تعدوا علينا في هذه الأرض. فلهذا كل أعمال التي عملناها والنداءات والإنجازات هي تدعم بعضها بعض بإذن الله. فلهذا نحن لا نستطيع أن نقول لم يستجب الناس ونزرع اليأس في الناس، لأن من مخططات الصهيونية اليوم ومن مخططات عدونا اليوم هو زراعة اليأس بأنه لا أمل. ونحن كشعب الجزائر عشنا مرحلة من هذا النوع، مقاومة فيها 70 سنة تقريبا، مشروع سياسي، مفاوضات مع فرنسا أكثر من 40 سنة، ثم هذه التراكمات كلها كانت نتاجها ثورة حررت نصف كرة الأرض. فلهذا يجب أن نتنبه بأن عملنا المستمر ونداءنا المستمر هذا يقوض مضاجع العدو، بل بالعكس العدو الآن يتألم من هذه النداءات المتكررة، أن كيف أنا احتليت أرضا وصرفت أموالا كبيرة في الإعلام وفي مشاريع لكي أنسيهم هذه الأرض وقداسيتها، ولكن ما زال كل يوم هذا الاسم يتنادى عبر العالم من شبه القارة الهندية إلى إفريقيا إلى آسيا، فلسطين فلسطين، فيفا فلسطين، فلسطين حرة، فلسطين يجب أن تعيش، الحياة لفلسطين، كلها شعارات يومية يعني تردد في أنحاء العالم. فما الذي أبقى القضية حية هو هذه النداءات المتواصلة. جيد، إذن البرنامج لما جعلنا له عنوان فلسطين تنادي هو تثبيت لموجود، كقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فالمقصد كما يقول أئمة التفسير أي أثبتوا على إيمانكم. ففلسطين تنادي، هناك رجال ونساء أحرار وحرائر لبوا النداء منذ عقود، ولولاهم لتم تصفية القضية الفلسطينية. لما نتزامن في هذه الذكرى المباركة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرى المولد، هل ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم هو ميلاد شخص أم ميلاد أمة ومشاريع؟ لا، هو ميلاد أمة، لأن أنت تعرف بأن الإنسانية والبشرية جمعاء وصلت إلى الحضيض، يعني كل المشاريع التي كانت موجودة على الأرض وصلت إلى نهايتها، وأصبحت البشرية لا تستطيع أن تسير خطوة للأمام. فأنقذها الله سبحانه وعز وجل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو بث فيها الحياة لكي تعود إلى رسالتها، لأن هذا الإنسان ما وجد في الأرض إلا لرسالة، إلى لمهمة، ليست مهمة الخلود وإنما هي مهمة ينجزها لكي يرجع إلى حياة، يعني إذا عمل صالحا فيرجع إلى الجنة، وإذا عمل يذهب جنة. المهم في النهاية هي دار لإنجاز امتحان الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم مولده أعطى إشارة بأن هناك أمة ستقلع وتحرر الناس من القيود التي أدخلها الطغيان والاستبداد في ذلك الوقت. وهذه الرسالة لخصها الربيع بن عامر عندما خاطب رستم، عندما رستم قال له: يا ربعي، ما الذي جاء بكم إلى أرضنا؟
قال له جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. انظر هذه الرسالة، يعني انظر إذا الرسالة يعني لخصها له في هذه الجمل، عقيدة ودين واقتصاد، حتى أنكم أنتم ظلمتم الناس بانتهاجكم لبرامج اقتصادية، هذا نبيل وهذا عبيد وهذا أفضل من هذا، وطبقية طبقية وما إلى ذلك. فلهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عندما نقرأ في السيرة، عندما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم حدث أحداث كانطفاء نار فارس التي بقت مشتعلة لألف ألف سنة، عشر قرون، كالزلزال الذي ضرب في المسجد الأقصى عند قبة الصخرة وانقسم الحائط الذي فيه باب الدخول إلى قبة الصخرة. كأنه كل هذه إشارات شيخنا على ميلاد أمة وانبعاث، على ميلاد أمة وأيضا تغيير جذري في الأرض، بأن هناك تغيير سيقع في الأرض نحو هذا التغيير. ما هي منتجته، أي ما هي مخرجته؟ عدالة، حرية، الناس سواسية، ما إلى ذلك، لا يوجد للظلم، الناس حرة في حياتها، اقتصاد يعني ليس فيه ظلم وليس فيه كذا، يعني إرجاع الإنسانية الحقيقية للإنسان لكي يمارسها في حياته. يعني من خلال ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم في الظروف التي تكلمتم عنها، يعني القوي يأكل الضعيف وطبقية وظلام، يعني رسالة أمل. نعم. أنه مهما كانت البشرية والإنسانية تعيش الظلم والظلام، إلا أن نور الفجر سينبعث. هنا أسألكم سؤال فقط، ثابت في السيرة أن اليهود كانوا ينتظرون نبيا منهم. نعم نعم، مش ثابت هذه في القرآن، في وكانوا يتوعدون، بالعكس كانوا ينتظرون نبيا وكانوا يتوعدون. فلهذا أهل المدينة عندما تلقفوا رسالة الإسلام تلقفوها عن يقين، لأن كان هناك حوار كبير يدور ما بينهم وبين اليهود، لأنهم كانوا في قتال دائم وكانوا في منجزة دائمة. كانوا يقول لهم بأنه سيأتينا نبيا ونقاتلكم، يعني هم كانوا ينتظرون في هذا النبي. ولكن عندما ظهر أنه ليس منهم انقلبوا عليه حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم أنه الحق. يعني اليهود أنكروا نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لأنه ليس نبيا، لأنه ليس منهم فقط، ولكن هم يعرفون حقيقة. وحتى في مولده، عندما تقرأ عند أهل السيرة، في مولد النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الكوكب الأحمر الذي صاح فيه اليهود وطلعوا فوق أسقفة أبنيتهم، يعني أقصد لك علماء اليهود الذين كانوا يتابعون في الإشارات، إشارة المذنب وكثير من القضايا نقرأها في السيرة تدل على أن اليهود كانوا يعلمون حتى اليوم الذي يولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما رأوا هذه الإشارات وصعدوا فوق أسقف أبنيتهم يصيحون، لقد دنا ملك اليهود، لقد انتهت الإمامة في بني إسرائيل، انتقلت الإمامة، انتقلت القيادة، انتقلت السيادة إلى غير بني إسرائيل، بعدما كانوا هم يعني مشهورين أنهم كانوا لهم أنبياء كثر ورسول كثر عليهم السلام. نعم. أو نبينا صلى الله عليه وسلم. ولكن عندما خرجت قيادة البشرية والأمة من أيديهم صاحوا بالعدوان وبقوا أعداء إلى يومنا. وقد ورد أيضا في السيرة أنه عم النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذه مرة في قافلة فإذا ببحيرة الراهب. نعم. قصة معروفة. قال أخشى عليه من اليهود. قال ارجع بابن أخيك فإني أخشى عليه من اليهود. من خلال كل ما تفضلتم به الشيخ أحمد، يعني ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بميلاد الأمة أن الأمل دوما باق، وأن اليهود كانوا يؤمنون ببعاث نبي، ولكن لما جاء من غيرهم أنكروا، جحدوا وكفروا وأعلنوا العداء ونصبوا العداء على مر الأحداث التي مرت على النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس، تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصبي، وتآمروا عليه وهو شاب، وتآمروا عليه وهو نبي، وأهدوا له الشاة المسمومة، وتحالفوا مع أناس. نعم. عباد الأصنام، وقالوا لهم بأنكم أنتم على حق، دينكم أحق من دين محمد، وكلنا نعرف غزوة الخندق، وتآمروا مع الروم، وتآمروا مع الفرس،
وزيد وروح الفتوحات الإسلامية كلها وما الأمة كلها، نعم. دائما هؤلاء موجودون دائما في نصب العداء لهذه الأمة. إذن عداء اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمة الإسلام ثابت. ثابت. ولتجدن، نعم، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، نص قرآني ثابت. يعني في الجزء الثاني سنتناول ما هي أهم المشاريع والبرامج التي ولدت مع جمعية البركة. مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا، ابقوا معنا، فاصل ونواصل. مشاهدينا الكرام عدنا إليكم، والعود أحمد. وكنا في الجزء الأول قد تناولنا أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو ميلاد أمة ومشاريع، وليس مجرد ميلاد شخص فقط، وأن بميلاده انبعاث لفجر الأمل والهمة والعزم والعمل. كنت قد تحدثت مع الشيخ أحمد إبراهيم رئيس جمعية البركة للعمل الخيري والإنساني ورئيس تحالف أنصار فلسطين الدولي عن جمعية البركة. في الكواليس تحدثنا عن جمعية البركة شيخ، بما أننا نتكلم على أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هو ميلاد أمة ومشاريع، ميلاد برامج ومؤسسات، هل لا تحدثون عن جمعية البركة؟ كيف تأسست؟ كيف كان ميلادها؟ ما هي فترة المخاض التي عاشتها وكيف خرجت إلى النور؟ بالنسبة لجمعية البركة هي نتاج وهي مخرج لمسار طويل جدا من النضالات في هذا العمل، يعني عمل خاصة فلسطين بالضبط، لأن نحن تخصصنا هو فلسطين والقضايا الدولية العادلة، وهذه تأتي يعني ليست دائمة وإنما تأتي من خلال الخلافات التي تقع بين الدول أو التآمر الذي يوقع هنا وهناك، ولكن قضيتنا المركزية والدائمة والتي عملنا مستمر لها تقريبا يوميا، وأصبح يعني لنا فيها تخصصات ولنا فيها مجالات كثير نتخصص فيها، سواء كانت إغاثية أو إعلامية أو تعريفية أو توعوية أو تكوينية، هي فلسطين. هذا الشغل الذي اشتغلناه يعني منذ سنوات طويلة من خلال القوافل التي كنا يعني نقوم بها إلى غزة، من خلال أسطول الحرية، من خلال أساطيل الحرية الخمس التي كنا مرة نطلقها من أوروبا، مرة نطلقها من تركيا، كل مرة يعني، والمشاريع التي كنا نشتغل بها كأفراد، هذا كل شيء. هذا في النهاية قلنا مدام نحن نحتاج إلى جسم يوحد هذه الجهود كلها يعني، ففكرنا مليا، قلنا ما هو هذا الجسم؟ هو جمعية، يعني جمعية تجمع كل الطاقات، تجمع كل العاملين، تجمع كل الناس الذين يحبون فلسطين ويحبون هذا العمل، العمل الإغاثي، وهو إنقاذ الإنسان، لأنك أنت لأن هناك فرق ما بين العمل الإغاثي والخيري. في أي سنة تأسست الجمعية؟ في 2015. يعني الذي يسمع بإنجازاتها يقول تأسست بدا في 1915. لا، ولكن هي الإنجازات قديمة جدا، لأننا كنا نشتغل، يعني كنا نشتغل قبل أن تنجز الجمعية، كنا نشتغل، كنا موجودين في الميدان. أنا في الليل قلت لك الجمعية مخرج، هي مخرج إلى كثير من المجهودات التي قمنا بها. اليوم توجناها بهذه الجمعية لكي أولا لكي نجمع الجهود، لكي تظهر الجزائر ودولة الجزائر ويظهر علمها في كل هذه، وتعرف أنت أعمال كبيرة كم هذه لازم تتنظم ولازم يكون لها جسمية، يعني وعاء كبير يحتضن هذا العمل باش يقدر يستمر. احنا تقدر تشتغل ولكن لا تقدر تستطيع ان تضمن الاستمراريه للشغل ما لم تكن لك هيكله ويكون لك يعني جهود يعني تدعمك وجهود يعني تتضافر في بعضها البعض لكي يكبر العمل. فلهذا جمعيه البركه جاءت مخرج، جاءت يعني كنتاج لهذا العمل. عندما جاءت
وأصبحت يعني قانونية ولها يعني اعتماد رسمي من وزارة الداخلية، وأصبح لها فروع ولائية وفي البلديات، وموجودة في 48 ولاية وزيد لها العشر ولايات الجدد هذه وزيد لها يعني، والآن نفتح في مكاتب بلدية وكذا. فأصبحنا اليوم نشكل إدارة حقيقية لهذا العمل، لأن هذه الإدارة الحقيقية هي التي تبقي لك استمرارية العمل أو تحافظ لك على استمرارية العمل وتعطي قيمة للإنجاز، يظهر الإنجاز، يظهر الإنجاز على الساحة. فلهذا رسالتنا أننا نريد أن ننشئ هذه المنظمة لكي تكون مثلا نموذج في المغرب العربي أو في شمال إفريقيا، ونعتز بها. كل الناس تعتز بمنجزاتها، كل الدول تعتز بمنجزاتها، كل المجتمعات تعتز بمنجزاتها، فحنا نعتز بمنجزاتنا، سواء كنا أقمناها لشأننا الداخلي أو لإظهار صورتنا الحقيقية التي أصبحت اليوم تسمى الدبلوماسية الشعبية أو الدبلوماسية الناعمة. يعني تجد اليوم أنت جمعية في الخليج أو جمعية في أوروبا أو جمعية في كذا، لها من الإنجازات في إفريقيا وفي أوروبا، ولكن في النهاية ما هو العلم الذي يرفرف؟ علم بلدها. لمن ينسب هذا الإنجاز؟ لمن ينسب هذا الفخر؟ ينسب إلى الوطن. فلهذا نحن اليوم نريد أن نسلك هذا المسلك لكي نزرع، كما تفضلت أنت في مقدمتك، نزرع الأمل في الناس، لأن هذه الجمعية من ضمن أهدافها زراعة الأمل. عندما تزرع الأمل في الناس معناه أنت تبني في مجتمع، معناه أنت تعطي الاستمرارية للحياة الحقيقية التي يجب أن يعيشها الإنسان كإنسان، وهو أن يمارس إنسانيته الحقيقية. من ضمن يعني يكون المنطلقات الحقيقية التي تدفع الناس إلى الازدهار والرقي هو الأمل. بما أن الجمعية الآن عمرها 5 سنوات يعني، وهو لا زالت فتية، هل لا تحدثون عن أبرز المشاريع التي ولدت مع الجمعية؟ يعني بما أن الجمعية متخصصة في فلسطين، هل لكم مشاريع في فلسطين داخل أراضي الفلسطينية؟ نعم، لا، على مشاريع في كل فلسطين، يعني داخل، سواء كان في غزة أو في القدس أو في 48 أو في مخيمات الشتات في لبنان، في اليرموك في سوريا، يعني وين، يعني أينما وجد الفلسطيني وهو يحتاج مساعدة نحن نقدم له ما استطعنا. يعني دائما تبقى دائما في قدرتنا محدودة وإمكانيتنا محدودة، لأننا نحن في النهاية جمعية مناش دولة. نعم. إحنا اليوم مشاريعنا، عندنا مشاريع الإعمار، وهذه كانت وكان هدفها استراتيجي، علاش أنشأنا هذه المنشآت. عندنا مشاريع إغاثية، جايك لأن نعدد لك وبعد لنا. عندنا مشاريع الإعمار، عندنا مشاريع إغاثية، عندنا مشاريع توعوية، عندنا مشاريع إعلامية، عندنا مشاريع مثلا قضية الكفالات، كفالة الأيتام، الأرامل، كفالة الطلبة الجامعيين، مساعدة في قضية المرضى، يعني أعمال متعددة على كل حال. يعني جمعية لنا الجزائرية تكفل أيتام، تكفل أيتام وأرامل داخل غزة، وهم بالألاف، وهم بالألاف، يعني مش بالمئات، بالألاف. ولنا أيضا يعني الآن لنا أكاديمية تعد القادة، تعد القادة سواء القادة للعاملين للبركة، لتأطير الكادر الذي يقود البركة، أو تأهيل نخبة من الشباب ومن الشابات للدفاع عن القضية الفلسطينية، حتى تبقى القضية الفلسطينية هذه دائما، أنا لا أسميها القضية الفلسطينية، أسميها قضية الأمة فلسطين، لا أنسبها للفلسطينية، هي ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، وإنما هي قضية أمة فلسطين. هذه القضية نعد لها جيل كامل في الأكاديمية لكي ينور الناس بحقيقة هذا الأرض، بقدسيتها، ببركتها، ويعني يذب عنها كل ما يراد لها من طمس، ويراد لها من يعني تغيب القضية. هذه نرجع إلى مشاريع الإعمار. مشاريع الإعمار هي بنايات، سواء كانت لنا ثانوية، لنا مستوصفات، لنا مدارس ابتدائي، ثانوية ترفد ألف طالب، وهي ثانوية خاصة بالبنات، وهي ثانوية بنيت بمقاييس عالمية، بناها الجزائريون، لا أحد شاركنا فيها ولو بدينار واحد. يعني عندنا مدرسة الشيخ البشير الإبراهيمي، عندنا مستوصف حاسي مسعود، عندنا مستوصف بوعمامة، عندنا مستوصف الفوضي الإسكندراني، عندنا بناية الشيخ فوضي الورتيلاني، مركز كبير. نعم، الأسماء جزائرية. نعم، وهذا هو الهدف، هذا اللي قلت لك، هذه مسألة استراتيجية. نحن اليوم نريد أن نبقي أثر رجالنا في هذه الأرض. هذول الناس كان عندهم أثر في فلسطين،
لما تتكلم على الشيخ البشير الإبراهيمي، لما تتكلم على بن باديس، لما تتكلم على الشيخ محفوظ نحناع، لما تتكلم على الشيخ بوسليماني، لما تتكلم على الشيخ فضل الإسكندر، لما تتكلم على أبو عمامة، هذه رموز تاع مقاومة ونضال وعمل دؤوب وناس أصحاب ثوابت ودفعوا الهوية ودفعوا على انتماء الأمة، وهي امتداد. وهذه رسالة لنا كجزائريين، كرسالة لنا جزائريين نفتخر بأنسابنا ونفتخر برجال وبعلماء، وأيضا رسالة لأهل فلسطين. لما تتكلم على أبو عمامة تتكلم على رجل قاومة أكثر من 30 سنة مقاومة، لما تتكلم على الأمير عبد القادر تتكلم على 18 سنة مقاومة، لما تتكلم على فضيل الورتيلاني تتكلم على واحد من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية في مسارها كله. والجزائر إبان الثورة. نعم، هذا مش إبان الثورة، هذا كان يورد السلاح للمقاومة الفلسطينية في 48 الشيخ الفضيل الورتيلاني. والآن نحضر لمشروع آخر وهو المشروع تاع بومبو العيد، رجل رمز، هذا من ضمن النماذج التي أحبها كثيرا، لأن هذا لو تدرس سيرته يعني ترجمته يعني شو يبهرك. رجل كان غنيا، له الحافلة، عنده يعني الحافلات، عنده مصنع القماش، عنده، ما كانش عايش ميزيرية ولا كان عايش معاناة. الرجل كان لباس به وفجر ثورة، باع كل شيء وجاب سلاح ودرب ناس في الجبل وجهزهم ليوم الانطلاق. واحد كما هذا نفتخر بانتسابه ونفتخر أننا نخلد اسمه إن شاء الله في أرض مباركة في فلسطين. الله، يعني مشاريع يقشعر لها. لا، الجزائريين لهم أداءات. شوف الجزائريين، أنا مخبرتي بالجزائريين سي عز الدين، لازم يحبوش يبينوا رواحهم. هذه احنا عكس كثير من الأمم بحكم خبرتي وعملي في كثير من هذه القضايا، سواء كنا في الروهينجا، سواء كنا في سوريا، احنا خدمنا عدة مناطق مش غير منطقة واحدة، اخرها السودان، لبنان، الان حضروا في قافلة النيجر. الجزائريين دائما عندهم واحد التواضع، ما يحبوش يبينوا رواحهم. بصح نهار يعود تقرا في التاريخ تاعهم، الاداءات تاعهم عظيمة، سواء مش غير اليوم في هذا القرن الحديث، حتى تروح حتى سيدي مبادي الغوث التلمساني، الرجل الذي يعني جيش بأكمله والتحق بصلاح الدين الأيوبي وكان أحد المنجزين الكبار في معركة حطين. من تلمسان. من راح دل الجزائر معه كل. دل الجزائري كل مبجاية لتلمسان وروح. يعني في هذا رد على من يقول وش دخلنا احنا في فلسطين؟ وعلاش تحكيونا على فلسطين؟ هل وإحنا معنا سعد الدين، وإحنا معنا هدول اللي استغفر الله بما كاش حتى 0.5 في الجزائر. الجزائر يحبوا فلسطين. انا اشوف هذه الكلام هذا كاين ربع ولا ودي والله ما نحسبوا يعني على عدد الاصابع، ما في هذا لانه القلام بلز عز الدين. الشعب الجزائري كله مع فلسطين. سيدي شفناها في السطات، شفناها في الجوامع، شفناها في الحراك. يا سيدي كاين حراك في العالم هذا يفدو اعلام فلسطين، قد اعلام تاع الجزائر كاين اعلام زي من اعلام فلسطين بجنبه منا. انا كنا في الحراك موجودين وشفنا بعينينا، شفنا في السطات كيف 80,000 90,000 تهيج فلسطين راحوا يناصروا في فريق الكرة القدم في تونس في السودان به يقولوا يناصروا الفريق، ولا دورها شعارات فلسطين في مصر. انا نقول لك دعنا من هذو ربعه ولا خمسه اللي يتكلموا هذو تاع واش دخلنا في فلسطين، هذو لا قيمه لهم ولا نعتبرهم اصلا انهم من الاوصلاء تاع الارض هذه. اوصلاء الارض هذه اللي عنده شويه رجله وراجل مولانيف، والله ما يقول الكلمه هذه. الرجل الحر اللي هو سليل الشهداء، والله ما يقول الكلمة هذه. تقدرش تروح حتى اليوم تطيح بقيمة شعب قاعد يقاوم باش يسترجع أرضه، وانت أجدادك ومالك قدموا 1.5 مليون شهيد في 7 سنين فقط، خلينا من الشهداء اللي تقدموا في 100 سنة الأخرى. هذا كيف في 7 سنين قدمنا 1.5 مليون باش نحروا أرضنا؟ كيف هالناس يشوفوا فينا نموذج يروحوا نقولوا أنا واش دخلني في فلسطين؟ والثورة الجزائرية ما جاتش هكذا، كانوا يدعموا فيها رجال ثاني، كانوا أهلنا في فلسطين، دعموا أهلنا في لبنان، دعموا أهلنا في الكويت، دعموا أهل منا في الخليج، دعموا الشعوب دائما مع عدالة القضية دائما، سواء كانت في الجزائر أو غيرها. نجي اليوم أنا كجزائري اليوم تقول لي فلسطين أرض المصرى وأرض والمسجد الأول، المسجد الثاني الذي بني في الأرض، أول قبلة صلى لها الأنبياء والمرسلين كلهم ورسول الله صلى عليها 16 شهر ويصلي لها، تجي اليوم أنت تقول لي أنا وش دخلني في فلسطين؟ ما نسمع لك أنا أصلاً لا نسمع لك. لا ألقي لك بالا، لأنك لست أنت مؤهل أن تتكلم على قضية بهذا القدر. مشكور شيخ أحمد إبراهيم، يعني تعلم مشاهدين.
المشاهدين الكرام أنه من الصعب جدا أن توقف شيخ أحمد إبراهيمي وهو يتكلم عن فلسطين، لأنه لا يتكلم بلسانه فقط، هكذا نحسبه والله حسيبه. كانت هذه أولى حلقات برنامج فلسطين تنادي، ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ميلاد أمة ومشاريع. تحدثنا عن ميلاد جمعية البركة وعن ميلاد أهم مشاريعها في هذا الوقت البسيط الضيق. لا يكفي أن نبسط كل الإنجازات وكل المشاريع التي يفخر بها كل جزائري حر. لهذا كونوا معنا في الحلقة الثانية، والعلاقة ما بين الثورة الجزائرية والمقاومة الفلسطينية. إلى ذلكم الحين، فلسطين تنادي، فكلنا يلبي النداء.